ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي
فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون أفلا يشكرون أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك وبحمدك تواضع كل شيء لعظمتك سبحانك وبحمدك استسلم كل شيء لقدرتك سبحانك وبحمدك ذل كل شيء لعزتك سبحانك وبحمدك كل شيء هالك إلا وجهك يا الله ما أعظمك سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك يسبح لك الرعد والملائكة بحمدك وإن من شيء إلا يسبح لله فلا إله إلا الله وحده خلق الكون ونظمه خلق الإنسان وكرمه سبحان الله وبحمده وضع البيت الحرام وحرمه سبحانه وبحمده سن الدين وعظمه سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده يعلم مثاقيل الجبال يعلم مكاييل البحار يعلم عدد ورق الأشجار سبحانه وبحمده
يعلم عدد سنين حياتنا وأعمارنا، فيا رب نسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا غير غضبان يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم أحينا مسلمين، أمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين ولا مرتدين ولا شاكين ولا مشركين. يا رب يا رب احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين. يا رب لا تشمت بنا الأعداء ولا أهل الكتاب ولا الحاسدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ثبتنا على الإيمان، زيننا بزينة الإيمان، واغفر لنا ما سلف وكان. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب الجنة وحب الجنة وحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم ندعوك في هذه الليلة لسيدنا وحبيبنا ونبينا محمد، اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم اجعل مقامه في أعلى عالي الجنات، اللهم آته الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا بكرمك وفضلك يا رب العالمين. اللهم إنا آمنا به ولم نره، اللهم فلا تحرمنا يوم القيامة من رؤيته، ارزقنا شفاعته، ارزقنا تقبيل يديه والجلوس بين يديه يا رب، احشرنا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين. اللهم لم نسبق بسابقتهم لكننا نحبهم، اللهم فبلغنا بحبهم درجاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا أرحم الراحمين وقفنا هذا الموقف العظيم في عشر الختام والتمام، ندعوك يا أرحم الراحمين، ندعوك وأنت نعم المجيب. اللهم ارض عن والدينا ووالد والدينا، اللهم اغفر
فاغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها ذنوبهم، اللهم ارحمهم رحمة جامعة تنير بها قبور موتاهم، اللهم ارحمهم رحمة جامعة رحمة جامعة تسرهم بها في الحياة وفي الآخرة. يا رب يا رب ندعوك لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أعنا على بر الأحياء منهم وعلى طاعتهم، اللهم من كان منهم حيا فزده حبورا وسعادة وصحة وعافية، ومن سبقنا منهم إليك فيا رب يا رب اجمعنا بهم في عليين في أعلى مقام في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك لأبنائنا وبناتنا، ندعوك لشباب المسلمين، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم حبب إليهم الخيرات وكره إليهم الكفر والفسوق والمنكرات، واحفظهم واحفظهم من المسكرات والمخدرات والمفترات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من المسكرات والمخدرات، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من المسكرات والمخدرات بكرمك وفضلك يا رب الأرض والسماوات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وسعة رزق وبر وتوفيق، اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، صب علينا من الخيرات صبا، صب علينا من الرزق صبا صبا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك برحمتك، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا من المسلمين ومنا إلا شفيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا مكروبا إلا نفست عنه كربه، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا أوصلته، ولا عاقا لوالديه إلا هديته. يا رب يا رب اهد أولادنا وبناتنا واجعلهم لآبائهم طائعين ولأمهاتهم بارين، يا رب حببهم إلى القرآن، حببهم إلى المساجد وإلى الصلاة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين، اللهم من كانت من نساء المسلمين مظلومة، اللهم انصرها على من ظلمها، ومن كانت منهن مهمومة، اللهم فرج همها، ومن كانت منهن من أولادها محرومة، اللهم فرد إليها أولادها. يا رب يا رب احفظ نساءنا ونساء المسلمين، اجعلهن هاديات مهديات، اجعلهن قانتات عابدات حافظات للغيب بما حفظ الله بكرمك وفضلك يا رب العالمين.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا وفي كل بلاد المسلمين، احفظ بلادنا، احفظ مملكتنا ووطنا. اللهم احفظ وطننا المملكة العربية السعودية، اللهم احفظها من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين. يا رب احرسها بعينك التي لا تنام. يا رب ندعوك بدعاء خليلك إبراهيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، اللهم احفظهما بحفظك، أيدهما بتأييدك، اللهم وفقهما، أعنهما، خذ بنواصيهما إلى البر والتقوى، انصر بهما العباد والبلاد وقضايا المسلمين، بكرمك وفضلك يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال أمننا المجاهدين المرابطين، خص منهم الآن على الحد الجنوبي، يا رب ثبت أقدامهم وسدد سهامهم، داوي جرحاهم، عجل لنا ولهم بالنصر المبين، بكرمك وفضلك يا رب العالمين. إلهنا مولانا، هؤلاء عبادك، أبناء عبادك، ضجوا إليك بكل الأصوات، يسألونك، يرجونك، وأنت الله القريب المجيب الرحيم الكريم. اللهم نسألك سؤالا لا ترده يا عظيم. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، فكتبته فيها من السعداء، ممن أعطيتهم فيها سؤلهم، وقضيت حوائجهم، وغفرت ذنوبهم. يا ذا الجلال والإكرام، هبها لنا، إنك أنت الوهاب الكريم. اللهم اجعلنا لك شاكرين ذاكرين، اللهم اجعلنا لك مخبتين. اللهم يا حي يا قيوم، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على سيد الخلق، على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، صل عليه ما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.